بدي أقول مرحبا. مرحبا وبونسوار لكم جميعا ولكل اللي عاملين على هذا الراديو الرائع. شكرا كثير، اهلا وسهلا فيك المخرج احمد المنجد، بتنور اكيد اذاعه راديو الرابعه. اليوم بدنا نحكي بشو جديدك اكثر عن تعاونك الاول ولاول مره اكيد مع الفنان عاصي الحلاني. من شي شهر نزلت الاغنيه بعشقك، خبرنا اكثر عن هيدي الاغنيه. والله لارا يعني كانت الفكره من وحي هذا اللي نحن عايشينه. نعم، البيت صار عم يطلع معك أفكار كتير، وكانت الفكرة كتير صغيرة بس عملت يمكن المردود كتير كبير، والحمد لله اللي أنا هذا شفته. أنه أنا بتابعهم كتير على السوشيال ميديا. عاصي بدي وجه لهم كلهم تحية، ماريتا، دانا، الوليد، كولات تبعهم، فمهضومين، عائلة مهضومة. الله خير لكل عيال يا رب. شكرا. وخليكم عائلة مهضومة وعائلة هيك بتحسيها بيطلع منهم أشياء كتير حلوة. فصار في تليفون سريع بيناتنا، وكانت تحضير كتير سريع، وكلنا انعملت عن جد بالبيت، عن جد اكيب عمل صغير. كانت التقنيات كانت عالية اكيد، يعني صورنا سينماتك كل شيء، بس انه كانت الروح العائلة اللي عن جد بنعمل كل شيء كل يوم بيعملوه هني. انا بعرفهم، يعني فوت على بيتهم قبل، هذا اللي بيعملوه ما زدنا شيء. يعني كانت من وحي هني شو بعيشوا، خليتنا نشوف عن جد الفنان عاصي الحلاني وولاده وزوجته كولات كمان. طيب خليني أسأل هيك سؤال سريع، هل هي خاصة كمان بذكرى 25 لزواج عاصي الحلاني وكولات، ولا كمان للحجر المنزلي؟ لا لا، قال لك هي أكتر. أنا وقت عملت التليفون والاجتماعات كانت هي أكثر لا الحجر، كيف كلهم عايشين. نعم، بس كولات وعاصم ما فيك تهرب من حبهم لبعض، ما فيك تهرب من حياتهم مع بعض، ما فيك تهرب من هذا الشيء أبدا، لأنه هو موجود، هو شيء موجود. العالم صارت كل حدا يفسر كيف ما بده، بس هذا الشيء كمان حنفرجيه بكليب تاني إن شاء الله. في أشياء حنحكي عنها بالآخر. يعني في شيء سكوب لراديو الرابعة إن شاء الله بالآخر حنحكي أكيد. بالآخر فيك هلا تقول عن شو في شيء جديد؟ في نزل شيء عاصم من كم يوم، امبارح أول امبارح نزل ذاك شيء هو كولات رأسة أنجا 4-5 ثواني، السوشيال ميديا والعالم كله حكت فيها، هي غنية جديدة لإله. فإن شاء الله عم نحضر شيء حلو كتير، ما في ستوري بعد أصلا يعني، بس عم نحضر شيء كمان حيكون خفيف وحيكون مهضوم وحيكون كتير قوي بتحبوه وقريب للقلب كتير. أوكي. متلكم. شكرا كتير. طيب شو المسج الخاصة من الفيديو كليب أكيد اللي عملته بعشقك؟ بنعرف أنه هيدي الأغنية كمان هي أغنية كلاسيكية رومانسية وباللهجة المصرية، شو المسج بالتحديد أنك صورت وفتت دخلت يعني على بيت الفنان عاصي الحلاني وفرجيت عائلته كلياتها؟ يمكن كلمة واحدة بتكفي، تكاتف العائلة. كيف تكون العيال حلو كتير، لأنه عن جد كل حدا انت حتحس هالشي وانا عم بحسه وكل عالم عم بحسه، انه لا شعوريا خيي ما عم شوفه. طب ليش بدي اشوفه؟ ما فهمت، ليش بتشوف خيي ما عم شوفه صار لي فترة، بس انا انشغلت وما انشغلت. الكورونا بتمنى من العالم، وهذا الشيء اللي صار بتمنى عن جد تفكروا صح بكل شيء عم بيصير بالحياة. يعني هيدي المسج كمان منك لكل مستمعي راديو رابعة واللي عم يسمعونا كمان حول العالم. صح أكيد. طيب تعاونك مع سلطان الطرب، رح ننتقل يعني من عاصي الحلاني لسلطان الطرب جورج والسوف من فترة، بفيديو كليب سكت الكلام، كان فيديو كليب رائع جدا، بما أنه كمان دخلت الممثل عابد فهد، يعني كانت هيك شيء مثل ما بيقولوا شعطة، يعني العالم نقزت، فكان روعة روعة. خبرنا كمان أكثر عن هيدا الفيديو كليب، كيف كمان خاصة أنه كان أول تعاون لإلك مع سلطان الطرب، كيف كان هيك فكرة الفيديو كليب وقديش لقى رواج؟ أول شيء لإلك شغلة، كان عن جد حلم لإلي أنا وأبو وديع سلطان الطرب أنه كنت قدام كاميرتي يوم من الأيام، الحمد لله. فأنا بحب بالفن، يمكن بالمغنى بحب أبو وديع كتير، وبالتمثيل عن جد بالدراما بحب عابد كتير ما شوي. نعم. فلك كل شيء كان بدي يتحقق، وبشكل ما تعبت لأنه وصل عابد، كانت تجاوب معه كتير، حتى الوجه تحية لتاتيانا كمان ولميلاد يوسف، كله تجاوب معنا، باريسيب كمان معي سلطان بالفن، أنه كانوا حابين يكونوا هني حواليه وهو معهم، هني مع بعض.
فكانت الفكره هيك انه يفتح عابد ويختم بالكليب وهن يكونوا جوا عم نوصل كمان فكره حلوه من الكليب انه الحسد. بتعرفي ابو وديع كثير باغاني بيحكي عن الحسد، بيحكي صحيح. عن العالم، بيحكي ايه، بحب هالمواضيع اللي هي موجوده. فكانت هذه فكرتنا، وكان يومين تصوير، وبوجه له تحيه وان شاء الله بضل سلطان يا رب على طول إن شاء الله. أكيد بنوجه له تحية كتير كبيرة من راديو رابعة. بدي أتشكرك كتير، مخرج عظيم جدا رائع. يعني شو بدي أقولك أكتر من هيك، المخرج أحمد المنجد. بدي منك كلمة هيك سريعة لكل مستمعي راديو رابعة، شو بتقلن؟ أول شيء أنا بدي أتشكر هذا الراديو الرائع، اللي أنا قبل تحت الكواليس بدي أكشف شغلة، إنه كنت بحكي عنكم عن جد، بس أوصل على دبي أو أبو ظبي أو هون أو وما كان، أنتوا حدا بعدكم عم تشتغلوا بزمن الراديو عم بيكن عم بتراجع شوي، أنتوا عم بتطوروا مزبوط. فمن السوشيال ميديا للإنستا للبيج عندكم لكله، كيف عم تشتغلوا هذا الشيء كتير حلو. أنا بوجه تحية لك نفيلات لكل الشغلين بهذا الراديو اللي عن جد الرائع. وبدي بوجه تحية إنه تضلكم أنتوا هيك، وعن جد برجع بقول انه هيدي الحالة اللي صارت تفكر العالم اكتر واكتر، وتكون مع بعض اكتر واكتر، وان شاء الله كل كم جمعة وكل كم شهر او كل كم يوم بنطلع وبنعطيهم اشياء جديدة، وبنكون معكم على الهواء على طول يا رب. اكيد نحن دايما اول باول بنخبر كل مستمعي راديو رابعة. بدي اتشكرك كتير واهلا وسهلا فيك على راديو رابعة، يعني انت من اهل البيت كمان. Thank you so much. نارا، ثانك يو، الله يخلي ليكم. الى اللقاء، شكرا كثير، شكرا.